صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا يسمى المطر نوءا، فيقولون إذا نزل المطر نزل النوء ونحو ذلك، وهذه لغة عامية في بعض المناطق عندنا، فهل في ذلك محظور؟ لا، النوء عند العوام يسمونه السحاب نوء، إذا شافوا خيال ولا شيء مقبل قالوا نوء، هم يقصدون النجم، يقصدون نفس السحاب يسمونه نوء، جاء النوء راح النوء، يعني السحاب. نعم.